مساكم الله بالخير وحياكم الله، حلقة جديدة من المنتصف. البداية بأبرز العناوين. رينارد يعيد العابد لقائمة الأخضر ويستبعد البليهي والمعيوف وسميري. ترقب هلالي لموقعة المحيط آسيويا وعلم نصراوي يرفرف في طوكيو. وبعد 24 ساعة من إقالة القصر العدالة يعلن التعاقد مع البياض. حياكم الله من جديد. اليوم في الوسط الرياضي وفي الشارع السعودي لا حديث يعني عن الهلال والنهائي الآسيوي المرتقب. ما في شك أنه يعني حلم طال انتظاره للهلاليين على وجه الخصوص للكرة السعودية اللي تعتبر يعني مبتعدة عن تحقيق البطولات القارية الكبرى من عام 2005 عن طريق نادي الاتحاد. اليوم الهلال في مهمة آسيوية تتطلب الوقوف مع الفريق لتحقيق الهدف الأهم واعتلاء منصة التتويج. اليوم عندنا إن شاء الله كثير من الملفات، المواضيع والقضايا المهمة في كرة القدم السعودية، بس خلوني قبل ما أبدأ بفتح صفحات هذه الحلقة ورحب ضيفي من جدة الإعلامي والناقد الرياضي المعروف أحمد الشمراني. مساك الله بالخير يا أبو محمد. هلا ومرحبا، حياك الله إبراهيم، تحياتي لك والأخوة المشاهدين والمشاهدات، ومعك حق يعني لا صوت يعلو على صوت اللقاء المنتظر بين الهلال وراوة، لكن علم النصر ده وش حكايته؟ جايينك في التفاصيل بعد شوي. خلينا نبدأ اليوم بقائمة المنتخب السعودي اللي المعلنة اللي شهدت عودة لاعب الوسط نواف العابد للقائمة من جديد لمواجهة أوزبكستان في التصفيات الآسيوية الحالية والمؤهلة أيضا لكأس العالم 2022، كما شهدت أيضا القائمة الجديدة للمنتخب السعودي غياب عبدالله المعيوف وعلي البليهي وخالد السميري، إشارة لأنه منتخبنا السعودي في المجموعة الثانية اللي تضم أوزبكستان وفلسطين واليمن وأسن غفرة. طيب أبو محمد، منتخبنا السعودي في التصفيات الآسيوية يمر بكثير من المنعطفات، المستويات والنتائج يعني خليني أسميها الغير مستقرة. تعادلنا مع فلسطين، تعادلنا قبلها مع اليمن، وفزنا قدام سنغافورة. يعني أعتقد أنه إلى اليوم ما أقدر أقول بأنه منتخبنا في وضع جيد. طبيعي جدا، يعني هذا ما كان متوقع يعني، ويجب ان نتعامل مع الواقع كما نراه وكما نعيشه وكما هو. يعني لا نحمل منتخبنا او قائمه المنتخب ونطالب المدرب رينارد اكبر من 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 امكاناتنا. الكره السعوديه بتمر بمنعطف خطير، طبعا تراجع على مستوى نتائج المنتخب، تراجع على مستوى حتى التقييم العالمي، تراجع حتى على مستوى التقييم القاري، فهذا من الطبيعي جدا. نعم، أنه كثير من المنتخبات تمر بمثل هذه الاهتزازات، لكن نتمنى ألا تستمر طويل. اليوم ما أمام رينارد من خيارات إلا شحيحة جدا في الدوري السعودي ليختار التشكيلة المناسبة، بدليل أنه من مرحلة لمرحلة ومن معسكر لمعسكر تجد هناك من يدخل المعسكر، هناك من يغادر المعسكر، وسيظل الأمر هكذا حتى نصل إلى التشكيل المناسب. والتشكيل المناسب لن يتأتى بهذه الصورة في ظل وجود 7 لاعبين غير سعوديين، واللاعبين السعوديين طبعا ما ياخذوا فرصهم بالشكل الطيب، بالتالي ما امامك الا اسماء محدده تختار من خلالها وتستبعد من خلالها.
نعم. أيضا في ملف آخر، وبعد 24 ساعة تقريبا من إقالة المدرب ألكسندر القصري، أعلنت إدارة نادي العدالة اليوم تعاقدها مع المدرب التونسي نصيف البياوي لقيادة الفريق الكروي الأول، ومن المنتظر أن يصل البياوي إلى الأحساء لاستكمال الإجراءات الرسمية لتوقيع العقد الذي سيكون في نهاية الموسم الجاري مع أفضلية التجديد لموسم آخر. البياوي يعتبر يعني هو المدرب الخامس أو خامس تجربة للبياوي في الملاعب السعودية، حيث سبق له أن قاد الفتح وهجر والرائد والقادسية. علشان نتكلم بشكل مفصل للتعليق على هذا الموضوع، معنا على الهاتف المهندس عبد العزيز المضحي رئيس نادي العدالة. مهندس مساك الله بالخير. طيب، على ما يجهز المدرب أبو محمد، يعني أعتقد أنه أنت تتعاقد مع مدرب في هذا التوقيت هو أمر صعب أكيد، أنت تعرف أنه الوقت ضيق، الأندية يعني على الجولة التاسعة في الدوري، وما في حل قدامك إلا أنت تختار مدرب سبق أنه درب في السعودية وفاهم وضع الدوري والمنافسة والأندية واللاعبين. هذا هو فكرنا في كرة القدم السعودية. تسألني قبل لحظات على المنتخب وشخصت لك الحال في كلمتين يعني، واليوم تسألني على الأندية هي المرآة الحقيقية أيضا للمنتخب. ما يحدث في الأندية ينعكس على كرتنا السعودية بشكل عام. اللي بيحدث اليوم من أخذ وعطاء حول المدربين شيء طبيعي، وعشناه وسنظل نعيش، ويمكن ربما ما ينتهي الموسم إلا أمامك يمكن فريق أو فريقين مستقرين. نعم. على المدربين والباقي كله تغيير، فهذا فكرنا، متى يتغير الله أعلم. نعم. طيب، معنا على الهاتف المهندس عبد العزيز المضحي رئيس نادي العدالة. مهندس مساء الخير. مساك الله بالنور. أنا وسهلا، حياك الله. حياك الله. مهندس، المدرب التونسي نصيف البياوي صاحب تجربة طويلة في ملاعبنا السعودية، هذه التجربة ساهمت في تعاقدكم مع هذا المدرب؟ يعني أنتم ما عندكم وقت وهذا المدرب فاهم في الدوري السعودي والأندية السعودية، علشان كذا تعاقدتم معه؟ هذا كلام تقريبا صحيح. أول شيء مسي عليك وعلى الأخوان المشاهدين، ضيوفك الله يحييك، وعلى المشاهدين. طبعا في خيارات كثيرة احنا حطيناها، لكن حطينا أيضا الأشياء المهمة جدا اللي يجب أن تكون في المدرب: إمكانياته التدريبية، خبرة في دوري السعودي وقوته، ومدرب شرف طموح. يعني وجدنا كل هالخيارات في الكابتن نصيف، واللي عنده زي ما انت اسلفت انه عنده تجربه كانت مليئه وغنيه في الدوري السعودي ابتداء بالفتح والرائد والقادسيه، فهذه الامور كلها حمستنا ان احنا نتعاقد معه. نعم. نعم. طيب، انتم يمكن 24 ساعه من موعد او من اعلانكم لقرار اقاله المدرب التونسي السابق الكسندر القصري، اليوم بعد 24 ساعه اعلنتم عن نصيف البياوي، انتم شكلكم مخلصين من اول ها؟ لا والله، تقريبا يعني احنا ابتدينا بعد المباراه مباشره، بعد مباراه الحزم. ايه. وكان عمل متواصل جدا، وتواصل مع الكابتن مباشره ثم وكيله، فخلال اليومين ذي خلصنا الحمد لله رب العالمين. ايضا هو زي ما قلت لك هو مدرب متحمس جدا. ايضا العداله يعني صحيح نقطي قليل، لكن كمستوى قدم له مستويات كبيره جدا. وهذا ايضا عطت الكابتن نصيف ايضا انه توجهنا كاداره كاسره عدلاويه ما فيها اللاعبين، واهداف واضحه جدا، وقال انا بالعكس اقبل المهمه ذي ولله الحمد لله رب العالمين. نعم. مهندس، كان عندكم خيارات غير نصيف البياوي؟ يعني ملفات مطروحه للتفاوض، ولا كان الخيار الاول هذا المدرب؟ كان خيارات موجوده. طبعا عملنا اسماء من المدربين اللي اشرفوا على بعض الانديه وعملوا نجاحات. إيه؟ لكن نصيف كان هو تقريبا الاول يعني في القائمه. نعم. انا اشكرك مهندس عبد العزيز المضحي رئيس نادي العداله، شكرا جزيلا لك. في الملف الأهم، تخوف هلالي وترقب وحذر للمواجهة الآسيوية. الهلاليين عندهم خوف من الأخطاء الدفاعية المتكررة، وعندهم ثقة أيضا في خط المقدمة بوجود جوميز، يوفنكو، سالم، بالإضافة إلى كاريلو. كثير من الأراء تقول بأن الدفاع يضيع الجهد الهجومي بأخطاء غير متوقعة. هذا السيناريو شفناه في كثير من المباريات الماضية محليا وآسيويا. نرجع شوي نتذكر آسيا أمام السد، ومحليا كانت قدام الفتح.
قدم الهلال عرضا مميزا لجماهيره من خلال 10 مواجهات خلت تماما من الخسارة، بالإضافة إلى 6 انتصارات متتالية سبقت ديربي الرياض الذي كان نقطة التحول، أو كان البداية التي انكشف بعدها معاناة الهلال من ضعف خط الدفاع، حالة تراجع ملحوظة يمر بها الهلال مؤخرا. البعض ذهب للإشارة إلى أن غياب كنو يعد أحد أسباب تواضع مستوى الدفاع. تكرار الأخطاء في الصفوف الخلفية للفريق الهلالي كلفه الكثير في الدوري، فبعد أن كان مغردا خارج السرب بفارق نقطي كبير إلى حد ما، اقترب اليوم الأهلي والنصر من مزاحمة الهلال على مركز الصدارة. في المقابل فإن الهلال يبقى أحد أكثر الأندية التي تتقن اللعب الجماعي والاستحواذ والكرة الهجومية، وهو أمر أعطى الهلال ميزة إمكانية التسجيل في أي لحظة حتى بعد تلقيه الأهداف مباشرة. هذه المفارقة العجيبة تعاني منها فرق كرة القدم في العالم، وهي ليست بجديدة لكنها مزعجة. تجاوزها يكمن في سرعة التحرك وتكاتف الجميع لتجاوز هذه المرحلة. الجماهير ما زالت تثق بالإدارة واللاعبين وتتطلع إلى أن يوفق الجهاز الفني في معالجة هذه الأخطاء المكلفة قبل النهائي الآسيوي، فهناك لا مجال للخطأ وليس هناك مساحة للتراخي. طيب أبو محمد، لو سألت أصغر مشجع قلت له وش مشكلة الهلال بيقول لك في الدفاع، ولو سألت خبراء كرة القدم بيقولون لك إنه الهلال يعاني من ضعف في الدفاع، لكن شلون ممكن يتعامل مع هذا الضعف وهالقنبلة الموقوتة في أهم بطولة وأهم نهائي يلعبه الهلال في السنوات الماضية؟ والأهم أيضا من هذا الضعف الواضح واللي ما وجد له حل الهلال حتى الآن، عندك أيضا أولويات. وراوة الآن اللي بيلتقي الهلال طبعا في الرياض يوم السبت في مباراة الذهاب، عرف كيف يتعامل مع هذه البطولة. الآن بيحتل المركز 9 أو 10 على ما أعتقد في الدوري الياباني، آخر مباراة خسر مريح كثير من لاعبيه. اليوم كان اليوم طبعا أو اليوم أعتقد خسر 2-0. اليوم نعم بيتعامل مع هذه المباراة بطريقة بنفس الطريقة اللي تعامل معها في المباراة الأولى. مسيرته في الدوري متعثرة لكن تركيزه على البطولة الآسيوية. الهلال يبغى يكسب كل البطولات، يبغى يكسب في الناشئين، في الشباب، في الفريق الأول، في الدوري، في الكاس. فبالتالي أعتقد أنه اللاعبين الهلال ما هم بشر زينا، ما يتحملون هذا الضغط. وعندما أيضا حاول أيضا التدوير، مارس التدوير في مرحلة أيضا ما كان ينتظر فيها الهلال أنه يمارس هذا التدوير، مباراته الأخيرة أمام الفتح. فأعتقد أن التخبط هذا من الجهاز الفني وإضافة للجهاز الإداري أخطاء مكررة طبعاً مواسم تتكرر مع الهلال، صحيح، مع سيدني، مع وراوة، مع أما حكاية أنه تقول الآن الهلال من مباراة السد وهو يعاني اللي في الرياض، السد، النصر، الفتح إلى الآن، وبيكرر معنا أمام عرعر شافناه بنفس الظروف، حتى ويلعب أيضاً ببعض لاعبين الصف الثاني. لكن مشكلة الهلال واضحة، عملية الإجهاد اللي بيصل للمباريات النهائية وفي قمة الإجهاد، وهذه مشكلة فنية قبل أن تكون إدارية. نعم. طيب أيضا في مسيرة الهلال قاريا هناك أسماء لا تنسى وضعت بصمتها في خارطة الإنجازات والبطولات. من ينسى الفيلسوف اثنيان، الأسطورة سامي، الموهوب الشلهوب، الداهية سيرجو، التاريخ لا ينسى. كتب الهلال سجل مشاركاته الآسيوية بماء الذهب الخالص، وكان تمثيله مشرفا للكرة السعودية والعربية والخليجية. زعيم آسيا تزعم القارة بتحقيق 6 ألقاب آسيوية بمختلف المسميات، بها اعتلى القمم واقتحم المنصات متوجا نفسه كبطل حقيقي، اعتاد تحقيق الإنجاز ودك الخصوم. السجل الحافل بالنجاح كان خلفه أسماء يتردد ذكرها مع كل مرة تعود فيها الذاكرة إلى الزمن الجميل. على المستطيل الأخضر تواجدت أسماء في المكان والوقت المناسب لتحسم بطولة ولتتوج زعيما. الفيلسوف يوسف أثنيان حضر مع الهلال بقوة ليكتب اسمه إلى جانب زملائه اللاعبين كصناع للنجاح.
ثاني صابي العبها العبها يهدف الثريان يهدف الثريان. سامي الجابر الذئب الذي لم يتأخر عن تقديم نفسه في النهائيات الآسيوية وبعدية تطلع وسامي البرازيلي سيرجيو لم يخذل كل من رهن على موهبته وأحقيته بتمثيل الزعيم الأزرق في المشاركات الآسيوية. عمر الغامدي كانت بصمته أمام شيميزو الياباني بهدف لن ينساه. واليوم الهلال يقترب من تحقيق إنجاز آسيوي جديد يسجل باسم الوطن أولاً ويحسب لأبنائه وللرياضة السعودية. طيب أبو محمد، يعني أسماء كبيرة، أسماء لها بصمة في تاريخ الرياضة السعودية في كرة القدم السعودية، ليس على مستوى الهلال فقط، احنا شفنا أسماء يمكن حققت بطولات حتى على مستوى المنتخب، على مستوى مشاركات في كأس العالم. اليوم السؤال، الهلال يمتلك لاعبين بهذا المستوى اللي هم قادرين على تحقيق أصعب وأقوى البطولات؟ ربما يمتلك أيضا الأقوى في ظل وجود العناصر الغير سعودية، لكن هناك مرحلة كانت مختلفة، كان هناك جواهر في كرة القدم السعودية، ولو فتح باب الاحتراف الخارجي عندنا ويامها كان وجدت نصف المنتخب السعودي لم يكن المنتخب السعودي بالكامل في الدوريات العالمية، على الأقل في أندية معروفة في أوروبا. نعم، لكن اليوم الجيل مختلف تماما، احنا بنعول كثير طبعا على اللاعبين الغير سعوديين، عندك 7 في الملعب، من الطبيعي جدا تضع كل المبالغ كل ثقتك فيها. لكن اللي يخاف عليه من الهلال هو الخطاب الإعلامي الهلالي بالذات، ما عليكم من الآخرين، اللي ما يحبوك واللي ما يتمنوا أنك تحقق البطولة هذا شان آخر، يعرفهم الهلاليين ويعرفهم اللاعبين ولا يمكن لهم تأثير، بس التأثير الأكبر سيظل من المحب. اليوم بيمارس الإعلام المنتمي الهلال ضغط كبير على اللاعبين، بتحدي الناس وإحنا العالميين وإحنا الأبطال وإحنا الزعماء، استعد لهذه المباراة بأسلوب. هو زمان ما كان الإعلام له هذا التأثير، لأن الإعلام كان في دائرة واحدة فقط لا يتجاوز الصحف وبرنامج ربما في الأسبوع برنامج صحيح. واحد فقط لا غير. اليوم لا، أصبح عندنا لا يقل عن 6-7 برامج ليليا صحيح. ليليا تتابع الرياضة السعودية، وكل سهرة لها أدواتها. فأتمنى من أخواني وزملائي إعلام الهلال أن يكونوا جزء من الحل، معاونين، ما يتحاولوا يتحدوا الناس ويستفزوا الناس ويستعدوا الناس عليهم بالتحديات ويضغطوا على فريقهم. الفريق اليوم فريق الهلال مؤهل أن يكون بطل آسيا. نعم، فريق الهلال مؤهل انه في الرياض ان شاء الله يحسمها بنتيجة جيدة، لكن اخشى ما اخشى عليه من العامل النفسي. العامل النفسي عادة اما يكون سبب ردة فعل الإعلام او ضغط جمهور او سوء تصرف من ادارة او زي ما تقول ارتعاش اقدام بعض اللاعبين، وكنت اعتقد ان لاعبين الهلال متمرسين جدا. نعم، فما اتمنى من الهلاليين بالذات الاعلام الهلال يركزوا على فريقكم على الملعب، ادعموه اتركوكم من البقية الباقية. اها طيب، أيضا في ذاكرة الهلاليين أسماء لا تنسى من المدربين البارزين اللي قادوا الهلال إلى منصات الذهب القارية. الهلال صلا وجال وحقق 6 بطولات آسيوية، فهل يكون القائد رزفان هو المدرب السابع في مسيرة هذه الإنجازات الزرقاء الكبرى؟
الهلال آسيا، البعض يرى بأنها بطولة مستعصية، البعض الآخر يرى بأنها عقدة نفسية للهلاليين، فهل تكون الثالثة ثابتة؟ الهلال لم تبرأ جروحه بعد من خسارتي سيدني وأوراوا عامي 2014-2017 رغم أفضليته وما صاحب اللقاءين من أخطاء تحكيمية، حيث يتوجب على الهلاليين قلب الصفحة ونسيان الماضي والتركيز داخل المستطيل الأخضر والتعامل مع النهائي خطوة بخطوة وبمنطق الذهاب والإياب لا غير. يلعب الزعيم النهائي الثالث له في آخر ست نسخ ويستهدف حصد اللقب هذه المرة وإسعاد جماهيره الكبيرة. كلما صعد الهلال لنهائي القارة وتحقيق اللقب الذي استعصى عليه منذ عقدين من الزمن، تتجمع حوله عدد من التغيرات السلبية تربك خططه لاصطياد اللقب. إلى جانب ذلك، فقد سبق وأن واجه الفريق حالة استثنائية حيث جاء المؤثر من خارج البيئة الهلالية كما حدث في نهائي نسخة 2014 أمام سيدني الأسترالي والذي خسره الزعيم، ووضعت هذه الخسارة ضمن الهزائم غير المتوقعة. نسخة 2017 واجه الزعيم نظيره أوراوا الياباني، وتمكن أبناء الساموراي من حصد اللقب بعد تفنن لاعبي الزعيم في إهدار الفرص السهلة للتسجيل وغياب التركيز من لاعبي الهلال وسط تألق كبير لحارس أوراوا نيشيكاوا، والتي كلفت ممثل الوطن خسارة الحلم. الهلال ليس بينه وبين اللقب خصومة فنية، بل عدم فهم لطبيعة المرحلة التي يمر بها الزعيم الأسيوي. فالكتيبة الزرقاء أمام فرصة تاريخية للعودة للواجهة القارية بعد غيابها في السنوات الماضية، وهي فرصة مواتية لإعادة أمجاد الكرة السعودية وتحقيق اللقب الغائب عن أنديتنا السعودية منذ عام 2005 عندما حققها الاتحاد في ذلك الوقت. السؤال الأهم، هل يستفيد الهلال من قوته الضاربة الحالية ومن درس سايتاما في 2017 ويحقق اللقب الأهم والأقوى قاريا؟ طيب أبو محمد، البطولة هذه مستعصية ولا هي عقدة نفسية للهلاليين ولا إيش بالضبط؟ اللي معقد الهلاليين هم الهلاليين أنفسهم. كيف؟ كرة القدم ما في ما في ما في عقدة. زي نسخة سيدني طبعا لحد الآن بنتكلم إنها بفعل فاعل وإنها بتحكيم وإن إلى آخره، رغم إن سيدني فريق كان حديث وفريق ما كان بذيك الفريق اللي يخوف على أرضه، أخرجوا الهلال لكن خسرت أنت ورحنا للتحكيم. جاء بعدها نشامورا ونفس الطريقة. اليوم بيتكلموا الكثير من اللي طبعا يحبوا الهلال واللي غير محبين الهلال، نسميه عملية استعصاء في كرة القدم. في عطاء داخل الملعب، في معطيات، في خطط. مسألة العقدة وما العقدة هذه تظل تنطلي أو تمشي على الفريق الضعيف، الفريق الهش، الفريق الذي لا يملك الإمكانات، الفريق الذي لا يملك جهاز فني جيد، لا يملك جهاز إداري جيد. فريق متمرس بحجم الهلال يفترض أنه تجاوز مثل هذه الأمور. لكن أرجع وأقول أنه تكرار الإخفاق وفي مسابقة واحدة من الطبيعي جدا يولد إحباط عند اللاعب عند الجمهور، لكن أيضا هناك فرق تستطيع أن تعود من خلال الأزمة. هذا الجيل اللي أمامنا اليوم مطالب أنه يحل هذه العقدة، وأعتقد أن الهلال رقميا والهلال الآن فنيا عطفا اللي بنشوفه منه وراوة طبعا هو الأقرب. المباراة الأولى هنا في الرياض يبد أنه يستثمرها حتى يلعب هناك على المضمون، لكن هذه تظل أمور معنية بالجهاز الفني والجهاز الإداري، هو من يحدد. وكذلك الحال بالنسبة للجمهور، مع أن الجمهور أحيانا يشكل ورقة ضغط سلبية فيما لو استعصى الأمر في عدم التسجيل على أرضك في مباراة الذهاب والإياب، ربما يتحول إلى ورقة ضغط. ممكن تعتقد أنه في محيط الرعب الهلال تغير آلية التشجيع، جيل جديد اليوم لو لاحظت حتى والهلال يخسر يشجع. لكن قبل هذا أيضا في هذا السياق، طالما بنتحدث عن
عن الهلال بطولة الأسيوية. اليوم يتناقل الجمهور الرياضي والوسط الرياضي والغير الرياضي صورة ضحكت منها وقلت شر البلية ما يضحك. تخيل اليوم صورة للأمير عبد الرحمن بن مساعد والأمير أحمد بن سلطان مع قائد الفرقة الموسيقية طبعا المعروف أمير عبد المجيد، لما اليوم بتنقلوها في وسائل التواصل الاجتماعي أنه استقبال لحكم المباراة، رغم أنه هذا هو قائد الفرقة والليلة مشارك في ليلة في ليلة سام. ما أدري مرت عليك أبو إبراهيم هذه قوية صراحة. شفتها أنت ولا لا أبو إبراهيم؟ أنا ما شفتها والله، أرسلها لك الآن. أقول لك جتني اليوم من لا يقل عن 20-30 شخص شايف المؤامرة استقبلوه في المطار. قلت يا عمي هذا أمير عبد المجيد الموسيقار مع الأمير أحمد بن سلمان والليلة هي ليلة سام ليلته. قالوا بالله ما هو الحكم؟ قلت لا والله ما هو الحكم. أحمد بن سلطان قصدي. أحمد بن سلطان عفوا، الأمير أحمد بن سلطان. فأقول لك جماعة، قال لي واحد لا أنت جاي من الهلالين. قلت يا حبيبي أمير عبد المجيد. طيب تخيل وين وصل بنا الشك، وين وصل بنا الضغوط، وين وصل بنا الحرب النفسية بين الجماهير. والمشكلة أنه أيضا بيتناقلها كثير من الإعلاميين. طيب خلينا نشوف المقطع المتداول اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي حول تواجد علم نصراوي في مدرجات الفريق الياباني أوراوا لمؤازرة الفريق والوقوف معه. هل علمية النصر وصلت إلى ملاعب اليابان؟ أو هناك حاجة في نفس هذا المشجع؟ أبو محمد شو رأيك في المقطع؟ المقطع حمال أوجه، من ضمنه قد تكون مثلا مشجع ياباني يحب النصر، يعني علمية النصر واصلة اليابان. من ضمنه في طلبا في 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 ترى في اليابان في اللي يشجعوا الفرق السعودية، وفي ممكن حاجة في نفس المشجع. ها خلينا أكمل لك اللي ذا، حنصل للحاجة اللي تستناها أنت. ربما يكون ياباني من جمهور أوراوا يشجع النصر، ربما يكون مبتعث سعودي هناك طبعا في اليابان، وفي كثير مبتعثين في اليابان وحضر بهذا العلم أيضا يشجع أوراوا، وربما يكون أيضا رمزية للمباراة القادمة. كل شيء متوقع، لكن اللي يجب أن تعرفه ويعرفه الكل 90% طبعا من جمهور النصر، وهذا طبيعي كما هم جمهور الهلال وكما هم جمهور الأهلي مع الاتحاد وجمهور الاتحاد مع الأهلي، لا تفرض عليه أنه سيشجع الفريق أي فريق ضد منافسه إلا إذا كانت اللعبة في صالحه هو يستفيد منها. أما إذا كان حتى على هذا مستوى هذا الفريق طبعا لن يشجع الهلال إلا الهلاليين طبعا، وبعض الجماهير المتعاطفة من الأندية الثانية، لكن جمهور النصر أنا متأكد تماما أنه ما يتمناها، كما هو الحال بالنسبة لجمهور الهلال اللي يتمنى أيضا النصر ما يحقق بطولة آسيوية. فهذه من الأشياء البديهيات والمسلمات يجب أن نتعامل معها كأحد ثوابت التنافس، ولا نعطيها أكبر من حجمها. البعض يأخذها إلى 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 مجال آخر، وطنية ما وطنية، لا يا أخي هذه كرة قدم ويجب أن تكون في إطارها. طيب. أنا على الصعيد الشخصي ما أجد بد إني أقول أتمنى الهلال يفوز، غيري طول عمري يقول لك لا أتمنى الهلال يخسر، وقالوها في برامج. طيب. هم سعوديين. أنا طبيعي جدا يكون مثلا تجد مصراوي ملعب أوراوا. أنا ودي صراحة واصل معك يا أبو محمد بس وقت انتهى، فأشكر حضورك معنا، شكرا للناقد أحمد الشمراني، شكرا يا أبو محمد، شكرا لكل من تابعنا في هذه الحلقة. كل الأمنيات بالتوفيق لسفير الكرة السعودية الهلال في أهم محطة هذا الموسم ما في شك في السنوات الأخيرة. في أمان الله.